هلا معنا اتصال رح نحكي فيه بما انه احنا ذكرنا في بدايه او بفقره ترندز بالبدايه عن بدء تسجيل الطلبات والالتحاق لحتى يسجلوا بالجامعات الكترونيا، فرح نحكي اكثر حاليا عن هذا الموضوع. معنا الدكتور مهند الخطيب، هو الناطق الاعلامي للتعليم العالي ليفيدنا اكثر. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير ستي، الله يعطيكم العافيه وصباح الخير لجميع الاخوه المشاهدين. الله يعافيك يا رب. دكتور طبعا بدايه بنبلش احنا بالتهاني للطلاب واهالي الطلاب اللي نجحوا، ونحاول نحفز الطلاب اللي ما حالفهم الحظ بهاي الجوله مش بالمعركه طبعا، وان شاء الله بحالفهم الحظ بالايام القادمه. دكتور نعم. شو رايك بالعلامات او بنسبه النجاح، بما انه زي ما احنا عم نشوف انها رجعت نسبه نجاح الطلاب للي تعودنا عليه احنا في الاردن؟ يعني بداية الله يعطيكم العافية، حقيقة يعني كمواطن أردني عادي وكمدير لوحدة تنسيق القبول الموحد كذلك أنظر إلى هذه النتائج بكل ارتياح صراحة، لأنه زي ما تفضلتي هو المنحنى الطبيعي لنتائج الثانوية العامة هو شيء جيد حقيقة، وبالتأكيد الانخفاض اللي حدث في هذا المنحنى سينعكس إيجابا أيضا على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في الجامعات الأردنية الرسمية لهذا العام. في نقطة كذلك مهمة جدا حقيقة، أنه قرار وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع التعليم نعم. العالي مشكورين بأن يكون معدل الثانوية العامة من 4 خانات أو من نقصد بذلك 2 عشريتين بعد المعدل المئوي. أيضا هذا الأمر مهم جدا لأنه سيعمل على تحقيق مزيد من العدالة والتمايز بين الطلاب، وكذلك سيساهم في تخفيف المعدلات المتساوية اللي كان فيها تراكم كبير شفناه في السنة الماضية بشكل خاص، وهذا العام ما بنشوفه حقيقة، وبالتالي عملية القبول الموحد والتوزيع وتحقيق العدالة بين الطلاب راح تكون أكثر سهولة ويسر. ويعني نتوقع كما تفضل معالي الوزير الدكتور محمد أبو قديس في مؤتمر الصحفي عند إعلان نتائج الثانوية العامة، عندما تحدث بأنه معدل الطب أو آخر معدل قبول للطب في جامعة مؤتة كان في العام الماضي 98.20 صحيح، إنه هذا العام قد يلامس معدل 95 وأعشار، وبالتالي إنه يكون في تحقيق أكثر لرغبات أبنائنا الطلاب في التحاق في التخصصات التي يرغبون فيها. طيب دكتور أنا ما بدي أكون محبطة، ولكن دائما مثلا نحكي للطلاب ابعدوا ممكن عن الهندسة أو عن الطب لأنه نسبة البطالة فيهم عالية، ولكن أنا اللي عم بلاحظه للأسف إنه حاليا كل التخصصات نسبة البطالة فيها عالية، فكيف ممكن احنا نحل هذا الموضوع او كيف ممكن نفائل شوي طلابنا؟ يعني انا مش معك في وجهة النظر هاي بصراحة. الان في بيانات ترد الى من ديوان الخدمة المدنية، في عندنا بوابة الكترونية اسمها اختر تخصصك، هذه البوابة تتضمن بيانات ومعلومات هامة جدا من وزارة العمل، من ديوان الخدمة المدنية، من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، من هيئة الاعتماد، وبتساعد أبنائنا الطلاب إنه يتعرف على التخصصات الراكدة والمشبعة. الآن في هناك مجموعة من التخصصات المطلوبة مجتمعيا، خلينا نحكي إن صح التعبير، مثل تخصصات الطب وطب الأسنان والهندسات. هون بيجي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة في مزيد من التوعية لأبنائنا الطلاب في التوجه نحو التخصصات المستحدثة، وفي نفس الوقت في دور لمجلس التعليم العالي عم يشتغل عليه من سنوات حقيقة بتخفيف القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، وبعدم الموافقة على استحداث أي تخصص راكد ومشبع أو تخصص مكرر. وهذا الحكي وجه جامعاتنا أنها تستحدث تخصصات جديدة، وهذا العام 2021 سيشاهد أبنائنا الطلاب أن هناك 20 تخصص جديد تم استحداثهم في الجامعات الأردنية الرسمية يستطيع أن يتعرف عليها. الآن يبقى هنا القرار حقيقة للطالب، إذا كان التخصص راكد أو مشبع خلال هذه المرحلة قد يصبح هذا التخصص من مشبع إلى راكد، أو يصبح من راكد إلى مطلوب بعد 4 أو بعد 5 سنوات صحيح. والعكس صحيح، وكذلك نأخذ بعين الاعتبار أنه ما قد يكون راكدا ومشبعا في سوق العمل المحلي قد يكون مطلوبا في الأسواق الإقليمية حولنا أو في الأسواق العالمية. والأهم من كل ذلك أنه عندما يتوافق هذا التخصص مع رغبة الطالب الشخصية وقدرته بالتأكيد هو سيحقق الإبداع في هذا التخصص، وسيكون لديه مهارات مميزة تمكنه من الالتحاق في سوق العمل حتى أحيانا لو كان هذا التخصص راكدا أو مشبعا. طب دكتور بما أنه إحنا هلأ بلش التقديم للجامعات، بدنا سريعا هيك للطلبة، إيش في تخصصات مشبعة وراكدة حتى يحاولوا هيك الطلاب إذا كانوا هم بيفكروا أنهم يقدموا عليها نحاول ننصحهم أنه يحاولوا على تخصصات تانية؟
أنا سأجيب حقيقة على سؤالك هذا بطريقة أخرى، لأنه التخصصات الآن المطروحة في طلب القبول الموحد للعام الجامعي القادم عددها 554 تخصص، تمام؟ والدراسة اللي واردة من ديوان الخدمة المدنية التي تتحدث عن الراكد والمشبع والمطلوب تختلف من محافظة إلى أخرى وتختلف صحيح. حسب الجنس، وبالتالي ما بتقدر تعطي تفاصيل دقيقة لكل طالب إلا لما يدخل على طلب القبول الموحد تبعه. نعم. وفي شاشة الخيارات الخيار اللي بيختاره راح يظهر له إنه راكد أو مشبع، بس إحنا ممكن نفيد الطلاب بطريقة أخرى، أن نتحدث عن التخصصات الجديدة ونعطي شيء من الأمل زي ما تفضلتي. صحيح. إنه في تخصصات جديدة تم طرحها. حقيقة هذه التخصصات تنقسم إلى قسمين، تخصصات في المجالات الطبية المساندة والتخصصات في المجال الأمن السبراني، وهذه التخصصات اللي كشفت جائحة الكورونا إنه إحنا فعلا عندنا نقص كبير في أعداد الطلبة فيها. لذلك سنجد في قائمة التخصصات المستحدثة مثلا نجد تخصص الأمن السبراني، نجد تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، سنجد تخصص أمن المعلومات والأدلة الرقمية، تخصص العلاج التنفسي، تخصص تكنولوجيا التخدير، نعم. تخصص التسويق الرقمي، تخصص التحقيقات الجنائية، تخصص هندسة الطاقة المتجددة، تخصص التكنولوجيا المالية. هذه التخصصات حقيقة هي الآن التخصصات المطلوبة. نعم. وليست مشبعة ولا راكدة، هذا في الجامعات الرسمية. وكذلك يمكن للطالب أن اللي معدله ما بأهله للالتحاق بالجامعات الرسمية أن يتعرف على كوكبة كبيرة من التخصصات الجديدة المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل في جامعاتنا الخاصة، وهي أيضا مؤسسات تعليمية وطنية مرموقة نحن نعتز ونفتخر بها. يعني أكيد. بالنهاية دكتور أكيد احنا بننصح الطلاب دائما يلحقوا شغفهم والإشي اللي هم بيحبوه لحتى يبدعوا فيه. يعطيك صحيح. ألف عافية وشكرا، شكرا لتواجدك اليوم. شكرا لكم، ألف عافية، وتمنياتنا لأبنائنا الطلاب بالتوفيق.